بس خلص الأسماء. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم أجمل التحية من هنا من عمان العاصمة الأردنية، تحديدا صالة الأميرة سمية بنت الحسن في مدينة الحسين للشباب، باحتضان المباراة الثانية من ضمن تحديد المركز الخامس حتى الثامن بين الكويتي وفريق رجاء أكادير المغربي، في مباراة لها أهمية بالنسبة لكلا الفريقين بعد أن كان فريق الكويتي هو بطل المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط في المجموعة الثانية في الدور التمهيدي، لكن بالدور الربع النهائي اصطدم بشقيق ورفيق دربه في الكويت الديربي الكويتي مع بركان الكويت، عندما خسر بنتيجة 21-20 في واحدة من المباريات التي كانت مفاجأة من الأيام الطويلة بالنسبة للكويت. الكويت عندما واجه بركان الكويتي، وأيضا من المفاجآت الثانية على صعيد الدولي أيضا هذا البوابة الموقع الذهبي بعد أن فجر السعودي فوزا كبيرا وشاقا على فريق الترجي التونسي ب 24-21 في مباراة ماراثونية لا تنسى في تاريخ الذكرى بالنسبة لمفاجآت من العيار الثقيل، كان ضحية الترجي التونسي، الضحية الثانية الكويتي. المفاجأة الأولى كانت بركان الكويتي فجر الحكام وتقدم خطوة أمامه في النصف النهائي وذهب للربع النهائي بعد أن خسر مباريات متواصلة في الدور التمهيدي بلا فوز في هيئة الكل، لكن في النصف النهائي فاز بصورة مفاجئة وباقتة وطار به الفائز إلى المربع الذهبي غدا إن شاء الله بعون الله تعالى. والفائز بالمباراتين غدا سيذهب بالمباراتين اليوم سيذهب للمركز السابع. اليوم الفريق الترجي التونسي يطلب الفائز من هاي المباراة أمامكم الكويت
دائما المالكي سعيد على طول ومتابعة أول هدف. هدف فريق المنتخب اللي هو أيضا فريق الرجاء اللي هو أكادير المغرب. كرة نعود مرة ثانية للفريق أيضا الكويتي اللي حتى الآن متأخر بهدف. هدف السبق كان للفريق أكادير رجاء أكادير المغرب. عطول مرة ثانية شوف اللاعب رقم 44 من الفريق الكويتي اللي هو محمد عبد الرضا على طول نواف الشمري. نواف على طول لكن يبدو خطأ لمصلحة نواف الشمري. بطاقة صفراء الأولى في جعبة الفريق المغربي رجاء المغربي. شوف اللاعب رقم 10 بناتي مراد اللي أخذ البطاقة الصفراء من رجاء أكادير المغربي. على طول مرة ثانية نواف الشمري. ما زال نواف الشمري تحت الضغط والمراقبة حتى الآن. الفريق المغربي أيضا لم يقدم شيء في هذه البطولة لغاية الآن. حتى الآن على طول في المتابعة صافرة وخطأ ويبدو إيقاف دقيقتين. يعني إيقاف دقيقتين للاعب بناتي مراد أمامكم. بناتي مراد رقم 10 أيضا المغربي. على طول مرة ثانية محمد عبد الرضا. محمد عبد الرضا شفت وأيضا عندنا اللاعب رقم 5 اللي هو أيضا عبد الله صالح. شوف هذا عبد الله صالح تمريرات دخول عند اللاعب الكويتي لكن صافرة وخطأ. خطأ مهاجم كان على اللاعب رقم 5 من الكويت أيضا عبد الله صالح. هنا تعود مرة ثانية الفريق المغربي. جرشاوي أمين رقم 8 الحرشاوي. أمين الحرشاوي الحرشاوي بن طالب. شوف بن طالب محمد أمين الحرشاوي الحرشاوي أمين. تعود مرة ثانية أيضا كرشادي حسين. كرشادي حسين أيضا لاعب الفريق المغربي. مرة ثانية بن طالب الحرشاوي تمريرات بين اللاعبين المغربي. بن طالب محمد لكن شوف اللاعب الدائرة والسقوط. اللاعب المغربي اللي هو أيضا رقم 97 المالكي سعيد. هذا هو أيضا الحرشاوي أمين. أيضا بن طالب محمد. بن طالب بسدد بقوة لكن عند الحارس علي وليد الحارس الكويتي بسرعة. محمد أمين نواف الشمري على طول والمتابعة وهدف للفريق الكويتي. عبد الرحمن البالول. البالول يسجل أول أهداف الفريق الكويتي. هدف التعادل الآن هدف لهدف. شوف تقريبا 4 دقائق على بداية المباراة وهناك 4 أهداف. هذا هو المدرب الكويتي على طول. المرة الثانية في المتابعة تعود إلى الحكيمي هاشم. أيضا الحرشاوي أمين تعود مرة ثانية بن طالب محمد عنده دائما العودة. مرة ثانية المالكي سعيد. تعود الزين محمد. تعود مرة ثانية الحكيمي هاشم على طول. الحكيمي هاشم مرة ثانية تعود الزين محمد وهدف للفريق المغربي رجاء أكادير المغرب. شوف هذا هو الزين محمد. هو زين سجل هدف في مرمى الفريق أيضا وعلي وليد الحارس الكويتي. مباراة فيها القوة والإثارة بين كلا الفريقين. رضا محمد أمين نواف الشمري محمد تعود عند عبد الله صالح. عبد الله الأمين الأقرب البالول لكن في تغطية ويبدو هناك في فاست بريك على طول في الأمام. هاي السرعة وهي الانطلاق وهي الهجوم وهدف جميل للفريق رجاء اللي هو برواتي رضوان سجل هدف. هذا هو المدرب رجاء أكادير المغربي. هذا المدرب أيضا أمامكم بالتوجيهات اللاعبين. على طول مرة ثانية العودة باستمرار عند يعقوب عباس. أيضا شاهدناه في الكويت الكويتي. اليوم بغيب محمد الغربلي على دكة ربما الاحتياط. على طول مرة ثانية إبراهيم الأمير على طول مرة ثانية في عمل. شوف عملية الفاست بريك الفريق أكادير المغربي. تعود إلى الزين محمد. الزين
بن طالب محمد. شفت تعود عند الحرشاوي امين، الحرشاوي الاقرب دائما باستمرار الحكيمي هاشم. شوف الحكيمي هاشم، برواتي رضوان، تعود الحرشاوي الزين محمد، الحرشاوي بن طالب محمد، بن طالب الحرشاوي مره ثانيه، حرشاوي بن طالب، تمريرات الزين محمد لمين الاقرب الحكيمي هاشم، استلام والكره خطا لمصلحه الحكيمي هاشم هذا رقم 94 الزين محمد، الحكيمي هاشم لمين، لا العوده باستمرار عند بروات محمد، الحرشاوي امين، حرشاوي برواتي رضوان. برواتي رضوان يعني كان بالامكان ان يذهب الى الخشبات الثلاث لكن ذهب الى التسديد العشوائي، عوده للفريق هذا هو ايضا الحارس ايضا رقم 94 الكويتي علي وليد، ما زال في المرمى على طول. عبد الرحمن البالول ايضا لاعب الكويتي، رضا ايضا العودة دائما باستمرار، محمد عبد الرضا رقم 44، محمد عبد الرضا في عملية المتابعة بالنسبة للفريق الكويتي. محمد عبد الرضا الفريق الكويتي يهاجم ويبحث عن هدف أيضا تقليص الفارق، والمتابعة هنا للفريق الكويتي على طول والتسديد، وأيضا يبدو هناك خطأ أيضا لمصلحة الفريق الكويتي. 4.9 أمتار، هذا هو الحارس رقم 12 اللي هو جمال بو علي ايضا الحارس رجاء المغربي على طول، والمتابعه والتسديد خطا كان على ايضا اللاعب الكويتي نواف الشمري. هنا المتابعه، وهناك ايضا شاهدنا قبل قليل طاقم الحكام ايضا اللي هو حسان خياري الحكام وامين بوغرغارة أيضا من تونس، قيادة تحكيمية من تونس الشقيقة لقيادة هذه المباراة على طول. المتابعة بن طالب محمد، الحرشاوي أمين، بن طالب محمد تعود مرة ثانية، الحكيم هاشم، الحرشاوي أمين، شوف دائما الحرشاوي أمين، تفريغ لمين الأقرب الزين محمد، الحرشاوي العودة والتسديد كان أيضا للحكيم هاشم. أيضا الحارس على طول علي وليد، نواف الشمري، طيران، هبوط، استغلال والتصدي وهدف للفريق الكويتي. 3 مقابل 2 يا شباب حتى الآن. شوف اللاعب محمد عبد الرضا أيضا راضي عن أدائه كشخص، هو أيضا مميز كصانع العاب أيضا، ويعتبر حجر الراحة أيضا، هو رمانة الفريق بالنسبة للفريق الكويتي. هذا الفريق تمكن من الفوز على الترجي التونسي بطل كأس السوبر العربي، والمدرب رجاء كدير المغربي أمامكم. النتيجة الآن 3-2، الفرق هدف وحيد تقدم الفريق المغربي. الفريق الكويتي فجر مفاجأة قوية أمام فوزه على الترجي التونسي، لكن خسر بصورة مفاجئة من العيار الثقيل أمام برقان الكويتي في مواجهة كويتية خرس عمان العاصمة الأردنية التي أقيمت في الدور النصف النهائي. وغادر الكويتي كان مرشح بقوة من ضمن الأربعة الكبار هو والترجي التونسي على طول، نواف الشمري، هدف كويتي خالص. والنتيجة حتى الآن 3-3، التعادل 3-3 بين كلا الفريقين. على طول مرة ثانية الحرشاوي أمين، طيران، استغلال، استلام، بن طالب محمد، تفريغ الأقرب دائما الزين محمد، الزين محمد، الحكيمي هاشم في الجهة اليمنى، ما زال حتى الآن تحت قبضة لاعبي الفريق الكويتي لغاية الآن. المتابعة مرة ثانية بن طالب دائما محمد، بن طالب محمد هو رقم 8، هو كصانع العاب أمامكم رقم 8، أطول لاعب في الفريق المغربي هذا هو. والحكيمي هاشم تعود مرة ثانية عند الحكيمي هاشم، لكن شوف عملية القطع، ومرة ثانية الدخول، ويبدو هناك خطأ لمصلحة الفريق الكويتي. رمية 9 أمتار وليس رمية 7 أمتار، قرار سليم من الحكم التونسي. اللاعب كان هو صح بطريقه للمرمى، لكن الكرة راحت على يمين اللاعب باتجاه
الجناح الأيمن، لكن ليس في المواجهة المباشرة مع الحارس منيحة. رمية سعمتار على طول مرة ثانية، نواف الشمري، محمد عبد الرضا، عبد الله صالح، محمد عبد الرضا، نواف الشمري. الفريق الكويتي اليوم على دكة احتياط في مجموعة من لاعبين مميزين، على رأسهم محمد الغرابي مشاري الحربي، عندنا مشعل الحربي، عندنا حسن صقر على دكة الاحتياط بالنسبة للفريق الكويتي. هدف كويتي 4-3. شوف هدف إبراهيم الأمير، نعم هدف لي أيضا، هدف للفريق الكويتي 4-3. تأخر الفريق المغربي الآن بهدف، تقدم كويتي على حساب المغربي على طول مرة ثانية. شوف كرة عند الجناح الأيمن، عودة مرة ثانية عبد الرحمن البالول. البالول أيضا هو لاعب الدائرة والسقوط في الفريق الكويتي، دخل الآن اللاعب رقم 7 من الفريق الكويتي اللي هو عبد الله الشمري. في عبد الله الشمري ورقم 9 عبد الله الدوسري. عبد الله الدوسري على دكة الاحتياط، على طول نواف الشمري، دخول هدف ملغي، خطأ مهاجم كان على نواف الشمري الكويتي. على طول مرة ثانية تعود لجمال بوعلي الحارس المغربي. أيضا متابعين معكم أولا بأول الزين محمد بن محمد، هذا هو الحكيم أيضا الحكيم هاشم. أيضا برافو لكل الفريقين في أرضية الميدان، الحكيمي هاشم رقم 93 في الجناح الأيمن. شوف دخل ورق وسدد بقوة أيضا الزين محمد، أيضا مدرب الفريق الكويتي أمامكم في عملية المتابعة اللي هو أيضا اللي شاهدناه في المباريات الماضية. مدرب الكويت الكويتي عبد العزيز ثائر أيضا شاهدناه في المباريات الماضية. وفي هناك والي فاضل أيضا مدرب الفريق هذا هو مدرب الفريق الكويتي أمامكم عبد العزيز، أيضا من الجهاز الفني والتدريب. هناك أيضا منير حسين، أيضا إن شاء الله بتمنى التوفيق لكل الفرق العربية المشاركة هنا في عمان العاصمة الأردنية من خلال هذه المتابعة معكم أولا بأول بطولة الأمير فيصل بن فهد العربية 35 للأندية أبطال الدوري. إذا متابعين معكم أولا بأول، شوف هدف نواف الشمري. جانب من الحضور أيضا رئيس وفد الكويت الكويتي دكتور تيسير المنسي في الحديد الجانبي. الحكام هذا هو الحكم التونسي أمامكم أيضا يقود هذه المباراة. شفنا قبل المباراة الماضية الفريق الترجي التونسي فاز على قطر القطري وذهب، تقريبا ينتظر الفائز من هاي مباراة الترجي التونسي، ينتظر الفائز من الكويت الكويتي والفريق أكادير المغربي حتى بيلعبوا على الخامس حتى الثامن إن شاء الله. غدا هناك أيضا مباريات مهمة على صعيد بطولة الأندية وعلى الأبطال. عودة بن محمد، بن طالب بن محمد، هذا بن طالب بن محمد على طول لمين الحرشاوي أمين. العودة باستمرار الحكيمي هاشم. شوف المتابعة واللاعب الدائرة والسقوط، إذا مخالفة المشي على أيضا اللاعب رقم 8 اللي هو الأكادير المغربي بهدف أيضا في المقابل لمصلحة الفريق الكويتي. أيضا إبراهيم الأمير وجه جديد قادم على خط الكبار، إبراهيم الأمير سجل الهدف رقم 5 للفريق الكويتي. بداية كانت موفقة للفريق أيضا أكادير المغرب، لكن اصطدم بخبرة وحيوية شباب الكويت الكويتي. بن طالب محمد، الحرشاوي أمين، بن طالب، العودة شوف عند الحكيم رقم 89 الحسيني زهير. تبديلات، هذا هو أيضا الحسيني زهير على طول في المتابعة والكرة والمتابعة مرة ثانية، وهدف أيضا للفريق البركان رجاء المغربي. اللاعب المالكي سعيد، شوف طيران الدخول
هدف يعني بقوة في أيضا شباك الحارس أيضا اللي هو علي وليد الحارس الكويتي. هذا هو اللاعب المالكي سعيد، عنده القوة عنده السيطرة، وهدف كان للفريق المغربي 4-5 حتى الآن، تقدم الفريق الكويتي 5-4 رجاء أكادير المغربي. إن شاء الله معكم أولا بأول. هنا صافرة وخطأ، هنا صافرة وخطأ لمصلحة فريق دائما الكويت الكويتي. الشوط الأول ربع ساعة تقريبا انتهاء الشوط الأول من هذه المباراة. الحديث بين الحكم التونسي عبد الرحمن البالون، حديث بعده حديث، يجب على اللاعبين الابتعاد عن الحديث مع الحكام. وهنا المتابعة مرة ثانية الفريق الكويتي، شفنا فواز محمد رقم 33 دخل من الفريق الكويتي على طول. مرة ثانية الحرشاوي أمين، الحسيني زوير، بن طالب محمد، صافرة وخطأ وبطاقة صفراء. البطاقة الصفراء الأولى في المباراة بالنسبة للفريق الكويتي عبد الرحمن البالول، أول بطاقة في جعبة الفريق الكويتي، أي بعد 3 إنذارات بالنسبة إذا حصل الفريق على 3 إنذارات الفريق الكويتي أو الفريق المغربي، بعد هاي الإنذارات أي خطأ خروج 2 دقيقة بالنسبة للاعبين. على الاتحاد نعود بن طالب محمد، بن طالب العودة باستمرار، المالكي سعيد، الحرشاوي أمين، الحسيني زهير، شوف الحسيني زهير، الحسيني يدخل ويسدد ويصوب، وهدف جميل للفريق المغربي. إذا 5-5 التعادل حتى الآن. شوف هذا هو أيضا المالكي سعيد، هدف كان جميل للفريق المغربي. متابعين معكم أولا بأول. هنا تعود عبدالله صالح، عبدالله صالح في عبد العزيز الشمري ايضا، شوف دائما باستمرار فواز محمد في الجناح الايمن، الشمري على الشمال دائما باستمرار عند عبد الله صالح. هذا هو الشمري عبد العزيز الشمري، شوف كره والتمريره السريعه لكن بعيده عن فواز محمد، الفاصل بريك لكن مقطوعه ناجحه من لاعب عبد الله صالح كصانع العاب للفريق الكويت الكويتي، ينجح في عمليه قطع هذه الكرة حتى الآن. على طول مرة ثانية الفريق الكويتي الكويتي، بس أنا معكم أولا بأول مشاهدي الكرام تابعين أحداث البطولة العربية 35 بمشاركة 8 أندية على صعيد المجموعتين، المجموعة الأولى والمجموعة الثانية كان لها كل شيء، لكن المفاجأة كانت في النصف في الربع النهائي. على طول مرة ثانية الفريق الكويتي على طول في المتابعة، وكرة وشوف خطأ كان على عبد العزيز الشمري رقم 7 اللاعب الكويتي، كان هناك دخول المنطقة المحرمة 6 ياردات على طول بالنسبة لبن طالب. الحرشاوي أمين، الحرشاوي يبدو في خطأ أيضا للحرشاوي، البطاقة الصفراء الثانية في جعبة المنتخب عفوا في جعبة الفريق الكويت الكويتي. واللاعب أيضا رقم 7 عبد العزيز الشمري أيضا هناك بقي بطاقة صفراء إذا كان من نصيب الكويت في المرات القادمة بعدها أي خطأ حسب التعديل، أي خطأ على أي لاعب كويتي إيقاف 2 دقيقة هاي مشكلة عند الفريق الكويتي. الفريق المغربي عنده بطاقة صفراء واحدة، هذا هو الحرشاوي أمين وأيضا بن طالب على طول، والمتابعة والتسديد هدف اللاعب برواتي رضوان، برواتي رضوان وعلي وليد الحارس الكويتي أمامكم. لك التايم أوت طلبه أيضا مدرب الفريق الكويت الكويتي. الآن تقدم 6-5 الفريق أكادير المغربي وأيضا 5 الكويت الكويتي. دقيقة هناك تقريبا الوقت تايم أوت اللي طلبه مدرب الفريق الكويت الكويتي. إذا نعود من جديد، وهذا
الحارس ايضا جمال بو علي، هذا اصغر حارس في البطوله لغايه الان، وطوله ما شاء الله متر و85 سنتيمتر، وهو ايضا لاعب من اصغر اللاعبين تقريبا في الفريق المغربي، وتقريبا من اصغر الحراس على صعيد البطوله. والفريق المغربي تقريبا هم اعمارهم تتراوح اعمار صغيره تقريبا من 18 الى 23 عام، الاعمار المتوسطه عند الفريق المغربي. الفريق الكويتي على طول فواز محمد، فواز عبد الله صالح، دائم استمرار مناقلات تمريرات لا الدخول العبور التمرير فواز محمد، تفريق في الجناح الايمن في صافره في خطا. الفريق يجب تمرير الكره على طول الرمي 9 امتار، العوده محمد عبد الرضا على طول، عبد الله صالح على طول التمرير والخداع، ايضا شوف هدف جميل من اللاعب فواز محمد رقم 33 من الفريق الكويتي. مشاركه طيبه لهذا اللاعب لم نشاهده في الدور الاول، شاهدناه على فترات متقطعه، لكن اليوم فواز محمد يلعب في التشكيل الاساسي للفريق الكويتي كمدافعا كمهاجما كمسجلا في مرمى الفريق المغربي. فريق الكويت عنده الكثير، لكن اصطدم بحاجز العيار الثقيل امام خسارته امام شقيقه برقان الكويتي بفارق هدف 20 مقابل 21. ايضا الحرشاوي امين، الحرشاوي امين، الزير محمد، الحكيمي هاشم، ايضا برواتي امين، بن طالب محمد على طول في التفريغ، لمين الاقرب اللاعب الحسيني زهير، لكن على طول صافره وخطا، صافره وخطا لمصلحه الزير محمد، تنفيذ على طول المالكي سعيد، بن طالب محمد، الحشاوي امين، بن طالب محمد، لمين خطا يبدو مخالفه المشي كان على اللاعب ايضا بن طالب محمد اللاعب المغربي، ايضا شوف المتابعه محمد عبد الرضا وخطا ورمي 9 امتار لمصلحه محمد عبد الرضا رقم 44 من الفريق. هذا هو الحكم الجزائري امامكم، ايضا اللي شاهدناه اكثر من مره على صعيد هاي البطوله اللي هو ايضا من الحكام المميزين، الحكام بالنسبه للحكام التونسيين قدموا شيء كثير في هذا الموسم. اي حال من خلال الدوري التونسي ايضا من خلال البطوله العربيه شاهدناهم في تقريبا 3 مباريات قياده ناجحه للطاقم التحكيم التونسي. فواز محمد اللاعب الكويتي، هدف كويتي، ايضا هدفين متتاليين لهذا اللاعب امامكم الاسمراني فواز محمد اللاعب الكويتي. الحرشاوي امين، تفريغ وهدف جميل للفريق المغربي. ايضا اللاعب بناتي مراد رقم 10 في عمليه التسجيل حتى الان. فواز محمد تعود مره ثانيه الفريق الكويتي. في عندنا الان ابراهيم الامير رقم 3، عبد الله صالح، فواز محمد، ايضا عبد الله صالح. شوف تدويرات الكرات بين لاعبي الفريق الكويتي خارج المنطقه، والفريق المغربي يدافع الان بطريقه 1-5، وهنا فواز محمد في الهروب، وايضا يبدو خطا ورمي 9 امتار للفريق الفريق المغربي. هذا هو مدرب الفريق الكويتي على طول في التسديد لكن فوق المرمى. اي حال عوده لمين الاقرب اللاعب الحارس جمال بو علي، جمال بو علي شوف مره ثانيه على طول، والتسديد كان ايضا من اللاعب الحسيني زهير على كره على طول لمين الاقرب الفريق الكويتي. فواز محمد، فواز شوف دائما عبد الرحمن البلول رقم 32 موجود حاضر مع الفريق الكويتي، تحرك في ارجاء الملعب كلاعب الدائره والسقوط. شوف محمد عبد الرضا، عوده عبد الله صالح، محمد عبد الرضا، فواز محمد، تعود تمريرات. شوف الفريق الكويتي الان يبدا في عمليه تمرير الكرات والتقاطع بين اللاعبين، تمريرات ايضا عند اللاعبين، خطا على عبد الرحمن البالول وايقاف دقيقتين لكثر اعتراضه على قرار الحكم، يعني اعطاك خطا عليك واعطى خطا رمي 9 امتار للفريق المغربي، لكن كثر الاحتجاج خرج بايقاف دقيقتين اللاعب عبد الرحمن البالول
اللاعب ايضا لاعب الكويت الكويت صافرة موجودة والخطأ موجود والقرار موجود عبد الرحمن البالون ايقاف دقيقتين للمدرب الكويتي ايضا في توجيهات اللاعبين يجب على اللاعبين ضبط الاعصاب يا شباب على طول مرة ثانية هذا هو الحرشاوي على طول والتنفيذ هدف ايضا كان من اللاعب المالكي سعيد امامكم سجل هدف وغادر الان دكة الاحتياط وظيفته هذا اللاعب بس لما تكون الكرة مع الفريق المغربي في الهجوم يدخل بسرعة ويخرج لاعب مدافع تكتيك فني عند هذا المدير الفني بالنسبة للفريق المغربي المدرب ايضا اللي هو وائل فاضل مدرب الفريق المغربي الان نتيجة 8-7 تقدم رجاء حتى الان على الفريق الكويتي بهدف بهدف الفرق هدف فواز على طول يسدد والحارس جمال بو علي خطأ ورمية سامطار إذا دقيقة الآن 24 6 دقائق انتهاء الشوط الثاني الشوط الأول من هذه المباراة على طول جمال بو علي عبد الله الأقرب دائما باستمرار الفريق عنده عبد العزيز شمري أيضا تعود مع حاشوف لكن لعب سلبي ما زال عند الفريق الكويتي يجب على الفريق الكويتي أن يستخدم الكرة 6 مليرات بسرعة حتى يبتعد عن اللعب السلبي خطأ ورمية عمتار يا شباب حتى الآن محمد عبد الرضا الحارس جمال بو علي أمامكم شوف في خطأ استغراب من اللاعب المغربي شوف التمرير هناك استقبال جيد الفريق الكويتي شوف اللاعب عبد العزيز الشمري الدخول عبر رصاد تفريغ ناجح على طول والتسديد والتألق ايضا من الحارس جمال بو علي ينجح في ابعاد هدف كان للفريق الكويتي شوف تفريغ ناجح لكن يبدو خطا كان على اللاعب ايضا المغربي اللي هو بناتي رضوان رقم 10 الفريق الكويتي ابراهيم الامير تعود مرة ثانية شوف محمود عبد الرضا خارج الميدان هناك ملاحظة من المراقب لهذه المباراة هناك يبدو إيقاف دقيقتين أيضا نعم للاعب الكويتي أيضا رقم 5 يبدو عبد الله صالح والحديث مع المراقب الحديث مع مراقب هذه المباراة والحكام التوانس 2 اللي هو ايضا عبد العزيز الزعابي عفوا الحكم التونسي هو امين بغراره وحسان خياري ايضا بالحديث مع ايضا مراقب هاي المباراه لكن اللاعب اللي كان موقوف دقيقتين دخل تقريبا بدون استئذان الحكم بعد قبل ان ينهي الدقيقتين تبعاته لكن دخل بسرعه اسرع من هيك لكن عادل تم ايقاف المره الثانيه دقيقتين اللاعب الكويتي امامكم عبد الله صالح والحديث مع الحكم مع مراقب هاي المباراه شوف مره ثانيه اللاعب الحارس وليد بالتصدي الناجح تعود مره ثانيه الفريق الكويتي ايضا علي وليد نعم علي وليد الحارس الكويتي امامكم دافع عن مرمى بقوه شوف تمريرات يدخل الان لاعب بدلا من الحارس للفريق الكويتي الان بيهاجم يسمح للفريق بادخال لاعب مكان الحارس لكن في حال دفاع يخرج اللاعب ويعود الحارس لمرمى على طول الكره مره ثانيه تعود عند ابراهيم الامير شوف تمريرات بين اللاعبين شوف الواحد 2 3 4 5 تمريرات الفريق الكويتي ما زالت حتى الان غامضه شوف الفريق المغربي بدأ الآن بيدافع بطريقة 1-5 هنا التسديد وهنا هدف يبدو اللاعب محمد عبد الرضا وشوف المتابعة مرة ثانية الزين محمد وخالفة المشي على الزين محمد اللاعب أكادير المغربي علي وليد أمامكم ينظر للنتيجة التعادل 8-8 حتى الآن التعادل بين كلا الفريقين المغربي والكويت الكويتي على طول في عملية المتابعة من جديد الفريقين في أرضية الميدان الدقيقة 27 من أحداث الشوط الأول من هذه
المباراة حتى الآن مشاهدينا الكرام، ما زلنا متواصلين معكم عبر قناة الأردن الرياضية. على طول مرة ثانية العودة، الدخول، استمرار العبور للمنتخب، عفوا للفريق الكويتي مرة ثانية. تعود خطأ وصافر وإيقاف دقيقتين، نعم إيقاف دقيقتين للاعب برواتي رضوان. نعم الخطأ كان عليه، يعني صحيح قرار الحكم. أيضا رمية السبع أمتار لمصلحة الفريق الكويتي. هل هو هدف السبق والتقدم للكويت؟ خلينا نشوف اللاعب الكويتي مشعل حربي في مواجهة جمال بو علي، وهدف لمصلحة الفريق الكويتي. هذا الحارس لا يتحمل مسؤولية أهداف مباراة اليوم. هذا الحارس نجم فوق العادة، يعني أعطى شيء الكثير، لكن هناك مشكلة المشاكل عند الفريق المغربي في حال دفاع المنطقة لم تكن بشكل المطلوب. الفريق الكويتي يصل بكل أطراف وبكل زوايا الملعب من الطرفين الأيسر والأيمن، ثم المواجهة المباغتة مع الحارس جمال بو علي المغربي. على طول مرة ثانية الزين محمد الزيم الحرشاوي أمين، كرة وتعود الحكيمي هاشم. شوف تنقلات الحرشاوي أمين، لكن قطع ناجح عندها الفريق الكويتي. تعود اللاعب رقم 9 اللي دخل الآن من الفريق الكويتي، عبد العزيز الدوسري، رقم 9 عبد العزيز الدوسري يدخل الآن في هذه اللحظة. هذا هو عبد العزيز الدوسري رقم 9. محمد عبد الرضا، محمد فواز الدوسري. شوف تفريغ ناجح عند الفريق الكويتي، هدف جميل جدا للفريق الكويتي. واللاعب يبدو يعقوب، يبدو اللاعب رقم 21، نعم يعقوب عباس. هدف كويتي خالص في المرمى المغربي. الآن الدقيقة 28 من أحداث الشوط الأول، والنتيجة 10-8. تقدم الفارق هدفين، الكويت تقدموا والفرق هدفين مشاهدي الكرام. كرة على طول مرة ثانية، مناقلات متابعة، خيارات هجومية متنوع عند الفريق المغربي. دفاع مان تو مان كويتي يتقدم الآن كدفاع المنطقة بطريقة 1-5. تحركات من اليسار إلى اليمين والتسديد، ولكن الكرة خارج الميدان. برافو للحارس علي وليد. كرة تعود للفريق المغربي عند اللاعب الحكيمي هاشم. أيضا الحكيمي هاشم، الملك سعيد والحكيمي هاشمي. هذا هو الحشاوي أمين بن طالب محمد. ايضا الملكي سعيد، تعود مره ثانيه عند الملكي سعيد، استلام الحرشاوي امين. الحرشاوي تعود استقبال غير جيد عند بن طالب محمد على طول، والمتابعه وهدف جميل. ابراهيم الامير امامكم، عفوا عبد العزيز الدوسري امامكم. شوف لاعب الفريق الكويتي عبد العزيز الدوسري، هدف شوف لوحده بمهاره فنيه، دخل وارتقى وعمل ثلاث خطوات وسدد بقوة على يمين بو جمال بو علي الحارس المغربي. 11-8، آخر 30 ثانية مشاهدي الكرام على أحداث الشوط الأول من هاي المباراة بالنسبة للفريق المغربي والكويتي. شوف هناك الكرة على طول، فاست بريك تعود للفريق الكويتي. أيضا ينجح يعقوب عباس وهدف كويتي خالص في مرمى الفريق المغربي. 12-8 مشاهدينا الكرام حتى الآن، عودة موفقة لكلا الفريقين في أرضية الميدان. مشاهدي الكرام الثواني الأخيرة من المباراة على طول، والمتابعة والتسديد العشوائي في خارج الميدان. إذا مشاهدي الكرام انتهى الشوط الأول بتقدم الفريق الكويتي على فريق رجاء أكادير المغربي بنتيجة 12-8. حتى الآن تقدم واضح كان للفريق الكويتي على أكادير المغربي. ملخص مفيد بالعرض البطيء لمن فاته المتابعة ومشاهد أحداث الشوط الأول. لحظات إن شاء الله ننتقل لزميلنا حيدر بن ياسين في أرضية الميدان لإجراء المقابلات مع ذوي الاختصاص، ما دار بين المغرب والكويت من خلال أحداث الشوط الأول. شجون وهموم، ماذا يريد الفريق الكويتي من هذه المباراة؟
ماذا يريد الفريق المغربي أكادير المغربي من هاي المباراة. حال مباراة من ضمن المركز الخامس حتى الثامن. اليوم الترجي التونسي فاز على قطر القطري، وأن ينتظر الفائز من هاي المباراة حتى يلعب على المركز الخامس والسادس. ولحظات ننتقل لزميلنا حيدر بن ياسين. سامعني حيدر؟ شكرا للزميل محمد سوارك. مشاهدينا الكرام، إذن انتهى الشوط الأول بتقدم فريق الكويت بواقع 12 هدف مقابل 8 أهداف ضمن مباريات تحديد مراكز من الخامس وحتى الثامن من بطولة الأندية العربية لكرة اليد أبطال الدوري. الكابتن خالد المفكر مساعد مدرب فريق رجاء غدير وحديث عن الشوط الأول. يعني منافس رجاء غدير على المراكز من الخامس إلى الثامن، وبالتالي باعتقادي ليس طموح فريق الترجي أكيد. هو صراحة هو فريق رجاء غدير. بسم الله الرحمن الرحيم. هو صراحة احنا حاليا كنا في الاول لاعبين على المراتب الاولى، بس المرحلة دي احنا نحاول نحسن الرتبة من 5 إلى 8. المباراة اليوم زي ما شفت في الاول لما يكون لاعبين مركزين، يعني صراحة يعني تكون بناء جماعي وجمل تكتيكية وتركيز وعدم اللاعب العشوائي كنا في المباراة. بس في الاخير صراحة لاحظنا بان اللاعبين ممكن بالنسبة للعياء عدم تركيز ادى الى ابتعاد النتيجه 12-8 في دقيقه خسرنا مجموعه من الاهداف. نتمنى ان اللاعبين يرجعوا في المباراه ويعودوا ويطبقوا تعليمات المدرب عشان يحققوا نتيجه ايجابيه. صراحه احنا لعبنا مباريات، هذه المباراه الخامسه. الاعداد البدني كان صراحه صعب بالنسبه لنا، يعني هناك عياء بالنسبه لمجموعه اللاعبين. كما تلاحظ بان اللاعبين الاساسيين هم اللي لعبوا جميع المباريات. كان عندنا لاعبين اثنين ما جاوش البطوله دي، اثر علينا كثير. بس بالرغم من ذا احنا ان شاء الله حنحاول اننا نتقاتل ونفوز بالمباراه اليوم ان شاء الله. نتمنى ان الكل يكون حاضر ويساعدنا الحظ مره اخرى ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا كابتن خالد. شكرا. ايضا مشاهدينا الكرام، الاستاذ خالد الرشيد رئيس لجنه الحكام في البطوله العربيه وحديث عن المستوى التحكيمي حتى الان. استاذ خالد مساء الخير، اهلا وسهلا فيك. يا هلا والله فيك. اولا احب ارحب بقناتكم المحترمه واشكركم الحقيقه على التغطيه للبطوله امانه. بصراحه بدنا نحكي عن المستوى التحكيمي، تفضل عندك استاذ خالد. المستوى التحكيمي للمباريات حتى الان، يعني ربما في الادوار التمهيديه سمعنا كثير من الاحتجاجات من قبل الاجهزه الفنيه واللاعبين على المستوى التحكيمي، لكن احنا من خلالك بدنا نشوف هاي الاحتجاجات وين ادت بلجنه الحكام. اي نعم. اولا الحمد لله ان الان اغلب اداروا المباريات في هذه البطوله هم حكام عرب وابنائنا، فيجب اننا نشجعهم حتى لو كان عندهم غلط. والحمد لله حتى الآن مستوى التحكيم احنا راضين عنه في يعني ممكن اعطيه الى جيد ياسر. والشيء الثاني انه ولله الحمد الى الآن لم يردنا اي احتجاج رسمي على اي مباراة او على اي حكم، وهذه الحمد لله توفيق من الله سبحانه وتعالى. يعني رسمي تقصد مكتوب من قبل الجهاز الفني او الاداري اي خطأ، لو هناك خطأ مؤثر في مباراة أو خطأ فني حيجينا مكتوب. والآن ولله الحمد لم يردنا أي شيء، وكان الجميع راضي عن التحكيم. للنهوض بمستوى التحكيم العربي أكثر وأكثر، ماذا عملتم بهذا الاتجاه؟ والله الآن إحنا نعمل إقامة دراسات، دائما نجيب محاضرين من أوروبا ونجيب محاضرين من الاتحاد الدولي، قاعدين يلقون على حكامنا أي شيء جديد ناخذه من عندهم بإذن الله. بإذن الله الآن إحنا في تطور وماشيين، بس يساعدوننا ربعنا، يساعدوننا إنهم يشجعون حكامنا العرب. أستاذ خالد، يعني الجميع أجمع بأنه المستوى الفني للبطولة جيد جدا، وبالتالي هذا يرفع أيضا من مستوى التحكيم كنسبة تناسب ما بين المستوى الفني والمستوى التحكيمي. رأيك حقيقة بالمستوى الفني؟ أنا أقول لك من أفضل المستويات الفنية البطولة هذه. وينعكس على نعم أكيد ينعكس على التحكيم، حتى التحكيم يرتقي لما يشوف، يعني ما تشوف ذاك الفارق، تشوف النتائج متقاربة، يعني الى بعض المباريات الى الدقيقه الاخيره ما تعرف من اللي حيفوز.
يعني وفي فرق كنا ما كنا متوقعين مستواها، لا كان مستواها افضل من فرق كنا متوقعين مستواها عالي. استاذ خالد، عن اللجنه الفنيه في الاتحاد العربي لكره اليد، اذا بتحكي لنا بشكل سريع عن برامجها لتطوير التحكيم في العالم العربي من خلال الدول العربيه المنضمه للاتحاد العربي لكره اليد. نعم، احنا في تونس عملنا دراسات للحكام، وعملنا في السعوديه دراسات للحكام، كلها نعملها دراسات وصقل تكون ان شاء الله لهم يعني مؤهله باذن الله. والاتحاد الدولي الان يعني ان شاء الله انه قاعد يساعدنا كاتحاد عربي باننا نعطيهم حكام ان شاء الله حدون في اعطائهم بعض الشارات. الحكم له عمر يعني يبدا فيه وينتهي فيه زي اي لعبه ثانيه؟ احنا محددين الاعمار عندنا في الاتحاد العربي، يشارك الحكم القاري والحكم الدولي، واللي يكون عمره اقل من 40، اكبر من 40 احنا ما نقبل عندنا. يعتزل يعني؟ اي نعم. لا ما يعتزل، بس كي يحكم بطولات عربيه ما يحكم، احنا معطينهم سقف بالعمر. احنا في الاتحاد الدولي لكرة اليد لدينا حكام عرب او محاضرين عرب في القانون الدولي لكرة اليد؟ نعم، عندنا محاضرين عرب، وكذلك عندنا حكام عرب شاركوا في بطولات كأس العالم كثير. لا عندنا، بس الحمد لله احنا بس نبغى الفرصة، ويعني ما احنا وياهم ما ننقص حاجة ابدا. ما في فرق يعني بشوف ما بين الحكم العربي والأجنبي؟ مجرد أن الحكم الأجنبي يأخذ فرصة طول العام في التحكيم، فتشوف طول العام شغال. لما نطلب مثل عندنا في البطولة هذه نطلب مثل طقمين من أوروبا، تشوفهم يمشونهم بالسرة، يعني مضغوطين، عندهم ضغط هي المباريات، وكثر المباريات هي اللي تأدي بالحكم، هي اللي تطلع الحكم، كثر المباريات وكثر التصفير هو اللي يعطي الحكم. احنا شفنا حكمين من مولدوفيا متوأم في البطولة. نعم. يعني هؤلاء قدموا للبطولة بناء على طلب الاتحاد العربي، وكيف شفت حقيقة مستواهم اذا ما بنقارن بينهم بين مستوى الحكام العرب؟ والله انا الى الان ما اشوف في فارق نهائي لا بينهم ولا بين حكام من العرب. طبعا من مولدوفيا لا، احنا ما نطلب بالاسم، احنا نرسل للاتحاد الدولي بالاسم، لا نقول لهم الاتحاد الدولي احنا عندنا بطوله عربيه في تاريخ كذا في البلد، هم يرسلون لنا، هم يمشون حكامهم بالطريقه اللي هم يشتغلون فيها. بس انا اتمنى ان شاء الله، اتمنى انه ان شاء الله البطولات العربيه ما يديرها الا عربي. اتمنى. هاي رسالتكم، هذا مهمتكم استاذ خالد ان شاء الله، بس يساعدونا الفرق، يساعدونا الدول. يعني شو مطلوب منهم؟ يساعدوننا بالانضباط بس شوي، يتحملونا شوي لحد ما نصعد في حكامنا. ان شاء الله وصلت الرساله. احنا يعني احنا لمسنا حقيقه جهود من لجنه الحكام بقضيه اداره المباريات بشكل انيق، بشكل حضاري، بدون احتجاجات رسميه زي ما تفضلت، ايضا من حيث الحصول على المعلومه بسرعه، سواء كمعلقين رياضيين للقناه الرياضيه او حتى للمتابعين وكل الفرق الثانيه، سرعه الحصول على المعلومه واستخراج النتائج، وايضا تحديد وبيان افضل لاعب في كل مباراه، هذا جهد عالي من لجنه الحكام. طبعا هذا تشجيع للاعب، وكذلك احنا عندنا الان بعد المباريات، بعد ما تنتهي احنا ناخذ المباريات كلها عندنا ونعيد اللقطات، واللي فيه لقطات نسحبها عندنا، نعمل لها قص ونعرضها على الحكام الصباح، نوريهم يعني بنفس البطولة هذه احنا الان طبقناها. واشكر الحقيقة التلفزيون الاردني يعني متعاون معنا، من يوم تأتي الرياضات يعطينا السيديات احنا نقول نعرضها في الفندق، وبعدين ناخذ اللقطات اللي فيها اشكالية ولا فيها تفيد الحكم ونعرضها عليه الصباح، كل يوم صباح عندنا اجتماع الساعة 10. جميل، هذا التقييم، هذا نوع من التقييم للحكام. التقييم، نعم نعم. استاذ خالد الرشيد، رئيس لجنة الحكام في البطولة العربية أبطال الدوري 35، بطولة أمير الراحل الفيصل بن فهد، بدي أشكرك كثير، وجودكم مبارك والله يعطيكم العافية، وأنتم أفضل يعني أفضل حقيقة يعني تستحقوا الاحترام والتقدير، وبالتالي لازم يكون هناك في حكم مميز يعني يفوز بجائزة أفضل حكم في البطولة بشكل عام. إن شاء الله لو عندي جائزة أعطيها كل الحكام، وأشكركم الحقيقة على تغطيتكم مرة ثانية أمانة، كنتوا معنا في الحدث. وجودكم بيننا أفضل جائزة يا أستاذ خالد. الله يخليك، شكرا طلب، شكرا، شكرا جزيلا أخي الحبيب. إذا مشاهدينا الكرام، حديث الأستاذ خالد الرشيد رئيس لجنة الحكام في
في البطولة العربية. نذكر بنتائج اليوم، قلنا بأن الترجي فاز على قطر القطري 36 مقابل 21 هدف، وتقام الآن مباراة الكويت الكويتي ورجاء غدير المغربي، وقد انتهى شوطها الأول إلى تقدم فريق الكويت بواقع 12 هدف مقابل 8 أهداف، ذلك على مباريات تحديد المراكز من الخامس وحتى الثامن. نعودكم ثانية إلى استديوهاتنا في التلفزيون الأردني إلى حين بدء الشوط الثاني من هذا اللقاء. مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييكم أجمل التحية من صالة الأميرة سمية بنت الحسن في مدينة الحسين للشباب، لننقل لحضراتكم وعلى الهواء مباشرة أحداث الشوط الثاني من مباراة الفريق الكويتي وفريق أكادير المغربي، وانتهى الشوط الأول بتقدم فريق الرجاء تقدم الكويت الكويتي 18 هدف مقابل 8 أهداف، لكن الآن بداية أول هدف للفريق الكويت الكويتي على طول مرة ثانية في المتابعة، فريق أيضا في هدف أيضا للفريق أكادير المغربي، في لاعب مصاب على أرضية الميدان، في لاعب مصاب على أرضية الميدان رقم 9 يبدو عبد العزيز الدوسري، عبد العزيز الدوسري نجم كبير من فريق الكويت الكويتي تعرض إلى إصابة بالقدم اليسرى. سلامات عبد العزيز الدوسري، وحتى الآن النتيجة 13 مقابل 9 تقدم الفريق الكويتي. في هذه الحالة اللاعب مصاب على أرضية الميدان، الآن سيخرج خارج الميدان هذا اللاعب حسب التعديل في القانون، يعود بعد ثلاث هجمات متتالية في المباراة، سيعود بعد ثلاث هجمات. شوف العرض البطيء، هذا هو عبد العزيز الدوسري سقط لوحده على أرضية الميدان، يبدو الإصابة في القدم
اليسرى اذا خرج وسيعود بعد ثلاث هجمات متتالية حسب التعليمات والقانون. ايضا على صعيد كرة اليد مشاهدي الكرام، ما زلنا متواصلين معكم اولا باول مشاهدينا الكرام. هناك هدف كان للفريق المغربي 13-9، العودة مرة ثانية. الفريق الجزائري مرة ثانية، الفريق الكويتي تعود مرة. فواز محمد عبد الرضا، محمد عبد الرضا 33، عبد الله صالح ايضا، يعقوب عباس، يعقوب على طول لمين الاقرب، صافره وخطأ لمصلحه الفريق الكويتي. تعود مره ثانيه، هنا تعود باستمرار عبد الله صالح، الفريق الكويتي، محمد عبد الرضا، عبد الله صالح، تفريغ يعقوب عباس، وهدف للفريق الكويتي 14-9 حتى الان، 14-9. ايضا شوف الفريق الكويتي عنده دفاع المنطقه جيد، لكن الفريق الغربي عاد للمباراه سريعا، عاد لكن عنده مشكله التهديف او التصويب على مرمى الحارس علي وليد، ما زالت حتى الان لم تكن بالجديه المطلوبه. الفريق المغربي عنده الحوار، عنده الكلام، عنده الثقه، لكن شوف المتابعه مره ثانيه، الدخول والتمويه والعوده ايضا للاعب الحكيم هاشم والتسديد، لكن علي وليد بالمرصاد على طول الفريق الكويتي. عبد الرحمن عبد الله صالح رقم 5، عبد الله صالح رقم 5 امامكم اللاعب الكويتي، هناك تمريع مره ثانيه الفريق الكويتي، مباراه تمضي سريعا، والدقيقه الثالثه الفريق الكويتي يسرع في رتم المباراه، وايضا في عمل تمرير الكرات عدم البطء. الوقت يمضي لمصلحه الفريق الكويتي اذا بقي هذا الحال، هناك الفرق 5 اهداف لغايه الان. على طول عبد الله صالح، عبد الله تعود الى محمد عبد الرضا، ايضا يعقوب عباس، محمد عبد الرضا، وهدف جميل للفريق الكويتي في مرمى الحارس جمال بو علي الحارس المغربي. لك خطأ ورمية يبدو لك، نعم الحكم الجزائري بشير أنه هناك رمية جانبية لمصلحة الفريق الكويتي، لك كما يشير الحكم في هذه اللقاء. أيضا الحكم التونسي على طول، عبد الله صالح أيضا، علي وليد، هناك يبدو في هناك إيقاف دقيقتين للاعب رقم 19 من الفريق المغربي برواتي رضوان، الآن على دكة، نعم هو الآن على دكة الاحتياط رقم 19 برواتي رضوان، والفريق الآن عنده نقص لاعب. والفريق الكويتي تفريغ يعقوب عباس، وهدف جميل للفريق الكويتي. يعقوب عباس امامكم رقم 21، ايضا نجم بارز مع الفريق الكويتي في المباراه. على طول الان الدقيقه 4 من احداث الشوط الثاني من هذه المباراه. اذا نعود مشاهدي الكرام معكم اولا باول من خلال هذه المباراه المنقول على الهواء مباشره. المباراه رقم 18 على صعيد البطولة العربية 35، بطولة الأمير فيصل بن فهد العربية 35. على طول هدف جميل للفريق المغربي، واللاعب كرشادي حسين رقم 92 أمامكم. على طول مرة ثانية فواز محمد، الفريق الكويتي، فواز عبد الله صالح، شوف كصانع فواز، عودة كاستلام، تمرير، تفريغ بالجهة الأيمن، والعرضة بالمرصاد لكرة اللاعب أيضا يعقوب عباس. إذا النتيجة حتى الآن 16-10،
ابو طالب محمد، الحرشاوي امين، الحسيني زهير على اليمين اليوم يدخل بتشكيل الشوط الثاني، تعود المره الثانيه كرشادي زهير. شوف هذا هو اللاعب الحكيمي هاشم، ثم نعود الحسيني زهير، الحسيني زهير، شوف الحسيني، وايضا العوده الحكيمي هاشم، هذا هو الحكيمي هاشم رقم، شوف ايضا رقم كرشاد حسين 92، دخول تفريغ، ايضا عوده مره ثانيه والتسديد ايضا وهدف للفريق المغربي. اللاعب ايضا رقم 93 الحكيمي هاشم، الحكيمي هاشم الاشول هو الاخطر، هو القادم من الخلف، والرؤيه واضحه بالنسبه لشباك الحارس علي وليد الحارس الكويتي، 11 مقابل 16. ايضا متابعين معكم اولا باول، ايضا شوف عبد العزيز الشمري، عبد الله صالح، عبد الله، تعود محمد عبد الرضا، عبد الله صالح، محمد عبد الرضا، فواز محمد، ايضا على طول تمريرات لاعبي الفريق الكويتي، فواز طيران هبوط وخطا، هبوط وخطا، وكان رميس عمتار، شوف المدرب المغربي عصبي شوي، يعني بده المباراه، لكن يبدو الاوراق شوي فيها صعوبه امام الفريق الكويتي. على طول محمد عبد الرضا، محمد على طول مرة ثانية الدخول، فواز محمد، وهدف جميل، هدف جميل للفريق الكويتي، وهذا هو جمال بو علي، على طول في الرد السريع ورمية، يبدو في قرار إيقاف دقيقتين، دقيقتين اللاعب الكويتي. أيضا يبدو عبد العزيز الشمري، عبد العزيز الشمري يغادر أرضية الميدان، إيقاف دقيقتين في العرض البطيء. شوف شوف شوف، كان اللاعب في طريقه للمرمى ويمنح رميه السبع امتار، رميه السبع امتار للفريق المغربي مع الحارس علي وليد، علي وليد في المواجهه، وهدف ايضا للفريق المغربي. شوف اللاعب الزين محمد، الزين محمد اللي جاب الهدف رقم 12 للفريق المغربي، 12 مقابل 17، الفرق الان 5 اهداف حتى الآن مشاهدي الكرام، على طول في المتابعة حتى الآن، فواز محمد، فواز محمد، عبد الرضا، يعقوب عباس، يعقوب، عبد الله صالح. شوف الفريق المغربي الآن بدافع بطريقة 4 مقابل 4، 4-4 دفاعية، حتى شوف شوف تقدم دفاع مغربي، مان تو مان باتجاه اللاعبين الكويتيين، شوف التغطية، محمد عبد الرضا، كرة تعود على دفعتين، عبد الله صالح، الطيران، استلام، سيطرة، تفريغ لمين، لكن في خطأ، في خطأ على الحكيمي هاشم، الخطأ على اللاعب حكيمي هاشم رقم 93 محمود عبد الرضا، على طول الدخول، في خطأ، في خطأ يبدو على اللاعب المغربي، هذا هو الحكم التونسي. شوف الدخول مرة ثانية، شوف عملية الدفع، نعم واضحة كان من اللاعب رقم الحكيمي هاشم، هي سرعة وانطلاق، وهدف فواز محمد، الكويت سجل هدف عن طريق فواز محمد، 18 مقابل 12 مشاهد الكرام. نعود مرة ثانية، الحكيمي هاشم، الحكيمي هاشم بن طالب محمد أمين، هذا هو بن طالب محمد امين، شوف تفريق في الجناح الايمن على طول والتسديد، هدف جميل للفريق المغربي. اللاعب الحسيني زهير، الحسيني زهير ينجح بهدف للرجاء اكادير المغربي. على طول متابعين معكم اولا باول، شوف على طول المتابعه مشاهدي الكرام اولا باول، المباراة القادمة إن شاء الله على 7 مساء سنكون على قمة البطولة السيدات بالنسخة الرابعة المقامة هنا في عمان الصعيد، بطولة الأندية العربية، مباراة عمان الأردني سيقابل المجمع الجزائر، الفرقين مستدرين دوري السيدات ب6 نقاط، لكن الجزائر بفارق الأهداف عن فريق عمان
أقرب المطاردين بأربعة نقاط. عمام اليوم عنده الهمة العزيمة، الساعة 7 مساء سنكون على الهواء مباشرة عبر قناة الأردن الرياضية في بث مباراة عمان وأيضا المجمع الجزائري في أيضا بطولة الأندية للسيدات. السيدات مشاركة في اليوم الصعيد الدوري من خلال البطولة العربية فريقين عمان وحرثة. إن شاء الله سنكون معكم أولا بأول في هاي البطولة إن شاء الله، متواصلين معكم عبر قناة الأردن الرياضية. الكويت حتى الآن 18، أكادير المغربي 14، الفرق 4 أهداف لغاية الآن. الفريقين الكويت الكويتي تصدر المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، لم يخسر أي مباراة في الجولة الأولى الفريق الكويت الكويتي، لكن بالربع النهائي اصطدم ببرقان الكويتي في مواجهة كويتية خالصة في مفاجأة من العيار الثقيل ب 21 مقابل 20. خسر الكويت أمام برقان الكويتي شقيقه في الدوري الكويتي. وأيضا المفاجأة الثانية من العيار الثقيل، الوحدة السعودي فاز على الترجي التونسي المرشح بقوة لللقب على طول. والمتابعة أيضا هناك الحكم أوقف اللعب، يبدو هناك إصابة في وجه الحارس جمال بو علي الحارس أيضا المغربي أمامكم. سلامات جمال بو علي، شوف العرض البطيء، شوف الدخول عبد الرحمن بالبالول، لكن الكرة في وجه الحارس. المتابعة أيضا من قبل الحكم التونسي في هذه المباراة أمين مغرارة الحكم التونسي الحكم الثاني في هذه المباراة. هناك طاقم تحكيم تونسي يقود هذه المباراة. ونعود مرة ثانية، الفريق المغربي رجاء أكادير المغربي بن طالب محمد أمين، بن طالب محمد أمين العودة عن الحكيم هاشمي ومتابعة وعلى طول علي وليد. علي وليد أيضا الحارس الفذ مع الفريق الكويت الكويتي. يعقوب عباس، يعقوب عبد العزيز دوسري أيضا نجم المباراة الماضية أمام الترجي التونسي. وهناك محمد عبد الرضا، لا محمد يعود، شوف تمريرات بين اللاعبين هنا وهناك. شوف الفريق الكويتي يبحث عن خياراته الهجومية من خلال الطرفين الأيسر الأيمن، تفريغ الطيران الهبوط استلام تمويع والتسديد وهدف. هدف جميل للفريق الكويت الكويتي. فواز محمد نجم ظهر بصورة طيبة لكن غاب عن الدور الأول، لكن حضر بالجولة الماضية والجولة الثالثة. إن المشاهدين الكرام ما زلنا متواصلين معكم أولا بأول عبر قناة الأردن الرياضي. هذا هو المدرب الكويتي أمامكم بالحديث مع اللاعبين. الكويت الكويتي عبد العزيز الزغابي أيضا موجود حاضر بقوة مع الفريق الكويت الكويتي. على طول مرة ثانية الحكيم هاشم، شوف بن طالب محمد، بن طالب محمد على طول لمين دائما الأقرب الحكيم هاشم. صافرة وخطأ لمصلحة الحكيم بن هاشم أمامكم رقم 3. هذا اللاعب رقم 93، طوله ما شاء الله 1.99 متر، وزنه 500 كيلوغرام. أيضا هو لاعب الأشول الوحيد في الفريق المغربي رقم 93. عودة مرة ثانية كرشاد حسين، الكرشيد حسين على طول متابعة، على طول مرة ثانية الفريق على طول متابعة مرة ثانية، ولكنها متابعين معكم أولا بأول من خلال أيضا المواجهة الحقيقية بين كلا الفريقين. متابعين معكم عبد العزيز الدوسري، عبد العزيز محمد عبد الرضا. شوف الفريق الكويتي الآن عنده 14 مقابل 19، الفرق الآن 5 أهداف، يبحث عن زيادة غلة الأهداف في شباك الحارس جمال بو علي المغربي حتى يحافظ على النتيجة، حتى يضمن في مواجهة فريق الترجي التونسي على المركز الخامس والسادس. الخاسر سيقابل الفريق قطر القطري. وهدف للكويت الكويتي عبد الرحمن البالول، البالول والمتابعة مرة ثانية. في خطأ أو رمي سعمتار، كان خطأ يعقوب عباس أمامكم رقم 21. ونشوفنا اللاعب الحكيم هاشم
الحكيمي هاشم لاعب مميز جدا في فريق المغربي. على طول بن جهاد دائما شوف بن طالب محمد أمين بن طالب. أيضا نعود مرة ثانية الفريق الكويت كرشاد حسين كرشادي الحكيم هاشمي الحكيمي هاشمي على طول والتسديد والمتابعة والتعلق الحارس وليد علي وليد الحارس الكويتي. وهذا اللاعب أمامكم عبد الرحمن البالول تم إيقافه مرتين لمدة دقيقتين في إيقافين متتاليين. هذا هو المدرب رجاء أكادير المغربي الحديث مع الجهاز المعاون. النتيجة الآن 20-14 تقريبا ربع ساعة انتهاء الشوط الثاني من هذه المباراة. مباراة بالنسبة للكويت الكويت تراجع مستوى. الكويت كان صدر المجموعة الأولى في الدور التمهيد الأول لكنه اصطدم بالدور النصف بدور الربع النهائي أمام برقان الكويتي لكن يبحث عن المركز الخامس حتى الثامن. فريق فقد الأمل باللقب فقد الأمل بالمربع الذهبي. وهنا المتابعة وهنا السيطرة وهنا التفريق والطيران. هنا يبدو رمية السبع أمتار وهناك شوف بناتي مراد ويجب هناك احتمال يكون في بطاقة حمراء. في بطاقة حمراء نعم نعم. اللاعب كان بطريقه للمرمى تماما في المواجهة الحقيقية كان في طريقه لتسجيل هدف استبعاد اللاعب بناتي رضوى مراد رقم 10 رقم 10. شوف بالعرض البطيء هاي اللاعب دخل وراح باتجاه المرمى لكن يبدو اللاعب اللي خرج هو رقم 93 الحكيمي هاشم. الحكيمي هاشم رقم 93 الآن استبعد بالبطاقة الحمراء سيغادر الملعب يذهب إلى غرفة الملابس ثم المدرجات. هناك أيضا نعود إلى الفريق الكويتي وهدف مشعل الحربي. مشعل الحربي وهدف كان جميل للفريق الكويت الكويتي. الدقيقة الآن 16-21 مقابل 14 كرة على طول متابعين معكم أولا بأول حتى الآن ما زلنا متواصلين معكم أولا بأول. الحسيني زهير الحسيني شوف الحرشاوي أمين الحرشاوي تقاطعات الفريق المغربي على طول الحرشاوي مرة ثانية والتسديد وأيضا كرة تد من العرض وخطأ أيضا كان على الحرشاوي أمين اللاعب المغربي كان داخل المنطقة المنطقة 6 ياردات. على طول عبد الرحمن البالول هدف للفريق الرجاء أكادير 14-21 الدقيقة 17. مشاهدي كرام نحن معكم على الهواء مباشرة. محمد عبد الرضا فواز محمد عبد الرضا الدوسري على طول والتسديد وهدف هدف للفريق الكويتي 22-14 حتى الآن تقدم الفريق الكويتي. النتيجة حتى الآن 22 مقابل 14. هناك تايم أوت طلبه مدرب الفريق رجاء أكادير المغربي. الآن يعني نتيجة الفريق اللون الأزرق الفريق المغربي والكويت الكويتي باللون الأبيض بعيا على يمينه وإن شاء الله بتمنى التوفيق للفريقين. هذا هو الفريق المغربي أمامكم. المدرب والحديث مع اللاعبين وملخص عن أحداث الشوط الثاني.
اذا عوده مشاهدي الكرام الدقيقه الان 17 النتيجه 22 الكويت 14 لمصلحه الفريق المغربي. والكره الان مع فريق اكادير المغرب. تدور الكره باليسار اليمين الحرشاوي دائما الحرشاوي الحسيني زهير الحرشاوي امين الدخول الحرشاوي مره ثانيه. شوف التفريغ عند الحسيني زهير على طول ولكن ايضا شوف اللاعب مرواتي امين ايضا اضاع فرصه كبيره كانت للفريق المغربي. هذا هو علي وليد الحارس الكويتي على طول الدوسري يعقوب عباس الدوسري محمد عبد الرضا. شوف الفريق الكويتي تدور الكره من اليسار الى اليمين الفريق المغربي بدافع الان بطريقه 6-0 لغايه الان. والفريق الكويتي الان كره بحوزتهم. شوف تدوير الكره من اليسار اليمين طيران تمي الدخول والتسديد والكره بالقائم الايسر للفريق المغربي على طول في المتابعه بن طالب محمد وايضا خطا لمصلحه الفريق المغربي بن طالب بن محمد امين ايضا خطا لمصلحه الفريق المغربي. الخطا كان لمصلحتهم. وشوف النتيجه امامكم 22 الان 14 العوده الى رامز عمتار الحرشاوي امين الحرشاوي عند كرشادي الحسيني زهير ايضا الكرشادي حسين الحسيني زهير. شوف مره ثانيه برواتي على رضوان الحرشاوي الحسيني زهير على طول لمين الاقرب الحرشاوي تمويه وخداع وخطا يبدو للحرشاوي امين. هناك ايقاف دقيقتين يبدو للاعب الكويتي ايضا يعقوب عباس يتوقع رقم 21 نعم رقم 21 خارج الميدان. رمية سعمتار للفريق اكادير المغربي على طول الحرشاوي امين الحرشاوي متابعين معكم اولا باول الحرشاوي خطوه بخطوه الحسين زهير الحرشاوي امين على طول والمتابعه والتسديد. شوف الفرصه الضائعه كانت من اللاعب الزين محمد الزين محمد هذا هو الحارس ايضا رقم 41 من الفريق الكويتي الحارس الثاني مهدي خان دخل دقيقة وخرج وهناك تعود للفريق الكويتي. شاهدنا اللاعب الكويتي 41 اللي هو ايضا اللي هو خان الكويت عندنا اللاعب رقم 41 مهدي ايضا مهدي حسين مهدي خان حسين على طول كره مقطوعه في صافره وخطا ايضا نعم خطا لمصلحه الفريق الكويتي غير راضي عن قرار الحكم الحرشاوي امين المغربي محمد عبد الرضا محمد كره عند الدوسري تعود محمد امين محمد عبد الرضا محمد عبد الرضا شوف عنده يعني كان بالامكان محمد رضا تمليء الكره باتجاه الدوسري لكن خطا ورمس عمتر تعود من جديد عبد الرحمن البالول الدوسري لمين الدوسري لوحده يدخل لكن يبحث عن هدف لكن يبدو خطا كان على ايضا اللاعب الدوسري الكويتي على طول مره ثانيه العوده باستمرار بناتي مراد هذا هو بناتي مراد الحرشاوي احمد نعود مره ثانيه شوف تمريرات تعود مرة ثانية الفريق المغربي الحرشاوي أمين دائما رقم 13 أميز اللاعبين في الفريق المغربي على طول مرة ثانية العودة باستمرار الحسين زهير تعود أيضا كرشادي حسين رقم 92 شوف الطيران والتسديد بالقائم من الأيمن شوف اللاعب الحسين زهير ما له حظ في هذه الكرة القائم بالمرصاد قائم المرمى الحارس وليد علي وليد الكويتي تعود مره ثانيه شوف يحاول الحسين زهير الحرشاوي بالطيران والتسديد لكن في خطا رميه سعد امتار لمصلحه الفريق المغربي. تسع دقائق عن انتهاء الشوط الثاني والمباراه مشاهدي الكرام شوف التفريغ الناجح لمين لكن الخطا موجود وايقاف دقيقتين يبدو اللاعب الكويتي رقم 19 احمد القطان احمد القطان اول دخول ملوش دقيقه وخرج دقيقتين كايقاف بقرار من الحكم
التونسي. ايضا احمد القطان رقم 19. نعود الحسيني زوير، طيران استغلال تمرير والطيران مره ثانيه، وهدف ايضا للاعب برواتي رضوان. برواتي رضوان امامكم رقم 19، نجم فوق العاده مع الفريق المغربي، لكن يد واحده تتفق مع الفريق المغربي. عنده ثلاث لاعبين، هذا هو مدرب الفريق اكادير المغربي. يبدو الفريق المغربي استسلم للمباراه 22-15 حتى الان. يعني بدأ الفريق التونسي الكويتي، الفرق الان 7 أهداف لغايه الان. المتابعه ورميه 7 أمتار، رميه 7 أمتار لمصلحه اللاعب الكويتي محمد عبد الرضا. خطأ له، كان في كان دخول كان بطريقه رائعه جدا لهذا اللاعب، يبحث عن هدف في مرمى الحارس جمال بو علي الحارس المغربي امامكم. ايضا في المواجهه مشعل الحربي، مشعل وهدف جميل للفريق الكويتي من رميه 7 أمتار. مشعل الحربي عنده هدفين في هذه المباراه لغايه الان، والنتيجه 23-15. واحنا في الدقيقه 23 من احداث الشوط الثاني من هذه المباراه على طول. والمتابعه وايضا رميه 7 أمتار. شوف الحرشاوي امين، وعنده ايضا هذا هو الحارس مهدي حسين خان الحارس الكويتي الثاني امامكم. هناك رميه 7 أمتار، اللاعب الزين محمد ومهدي خان، والكره ترتد براس الحارس مهدي. ايضا حسين خان الحارس الكويتي الثاني في المباراه. على طول متابعه معكم اولا باول. شوف يتلقى التحيه والاحترام، لكن يبدو الكره مفاجاه براس الحارس بطريقه مفاجئه ومباغته، لكنه انقذ الموقف بصوره طيبه حتى الان. على طول متابعين معكم اول. نعود مره ثانيه، كل الشكر والتقدير دائما لكل زملاء بعربه النقل، للمصورين دائما لهم كل المحبه والاحترام اللي بتعبوا على مدار 24 ساعه، وايضا مهندس عربه النقل والمخرجين ايضا لكم كل الاحترام على هاي النقله النوعيه وهي ايضا. على طول لقطه جميله رائعه جدا من الحارس جمال بو علي الحارس المغربي. شوف يعني خروج موفق وابعاد شبه هدف كان للفريق الكويتي. 23-15 تقريبا، لقطه جميله فنيه جيده للفريق المغربي. على طول مره ثانيه، هذا هو الدوسري عنده التسديد، ولكن المتابعه شفنا اللاعب الكويتي ايضا. شوف المتابعه مره ثانيه، الحرشاوي مره ثانيه، طيران استلام بن طالب بن محمد، والكره ترتد من الحرس من الحارس امامكم مهدي حسين. ايضا مهدي حسين ينجح في الكره. شوف الحارس رقم عبد الله مصطفى الكويتي. اذا ان شاء الله بتمنى التوفيق لكلا الفريقين في ارضيه الميدان اليوم. الحراس ابدعوا في من خلال هاي المباراه، لكن عبد الله صالح. تعود مره ثانيه، محمد عبد الرضا، عبد الله، محمد عبد الرضا، الدوسري، عبد الله. على طول مره ثانيه ارتقاء والتسديد وهدف جميل للفريق الكويت الكويتي. 24-15 وهدف للفريق المغربي. واللاعب الحسيني زهير، الحسيني زهير هذا اللاعب ايضا نتابع هذا اللاعب الحسيني زهير. ايضا اللاعب المغربي هدف جميل للفريق المغربي. 16-24 لغاية الآن التقدم لصالح الفريق الكويتي. حتى الآن بدأ الفريق الكويتي يتقدم أكثر وأكثر. وهنا عبد الله صالح على طول، والقائم الأيمن على طول مرة ثانية بسرعة. الفريق المغربي اختيار دخول وهجوم ومتابعة وهدف للفريق أيضا. ايضا الفريق رجاء اكاديمي المغربي. ايضا ديوب حكيم
ديوب حكيم، ديوب ايضا ديوب ديوب حكيم الاسمراني دخل بالشوط الثاني مع الفريق المغربي. دقيقه 27 نعود مره ثانيه. محمد عبد الله، ان شاء الله مشاهدي الكرام، ان شاء الله عند السابعه مساء سنكون على الهواء مباشره لمباراه عمان الاردني وايضا فريق المجمع الجزائري ضمن مباريات بطوله الانديه للسيدات. السابعه مساء على الهواء مباشره من هنا من صاله الاميره سميه بنت الحسن. ان شاء الله سنكون معكم اولا باول من خلال تواجد هذه المباراه، وان شاء الله المباراه القادمه السيدات سيكون معلقا على المباراه زميلي صايل قبين سيعلق على مباراه عمان والمجمع الجزائري. على طول متابعه ايضا متابعه مره ثانيه. الفريق المغربي ديوب حكيم والمتابعه وهدف للفريق المغربي. اللاعب ايضا اللي هو المالك سعيد هدف في مرمى الحارس ايضا مهدي حسين خان الحارس الكويتي الثاني. وهناك مشاهدي الكرام دقيقتين تقريبا عن انتهاء الشوط الثاني والمباراة مهمة ومتابعين معكم اولا باول ان شاء الله من خلال هذا البث الحي المباشر. متابعين من خلال التجوال القادم في هذه المباراة المهمة لكلا الفريقين. على طول لكن يبدو نعم هدف للفريق الكويتي 25-18. مشاهدي الكرام بهاي النتيجة يكون الفريق الكويتي في مواجهة ثانية مجددا مع الفريق الترجي التونسي على المركز الخامس والسادس، والفريق المغربي سيواجه الفريق قطر القطري في المركز السابع والثامن. إذا مشاهدي الكرام غدا الربع النهائي ويوم الثلاثاء استراحة. نعود مشاهدي الكرام معكم أولا بأول على طول، ولكن في خطأ صافرة وخطأ أيضا تعود لمصلحة الفريق الكويتي. متابعين معكم أولا بأول مشاهدي الكرام، ما زلنا متواصلين عبر قناة الأردن الرياضية. هذا اللاعب رقم 97 المالكي سعيد المالكي الجرشاوي أيضا الحرشاوي. شوف كرة تعود للفريق الكويتي يبدو شوف لوحده البالول على طول التفريغ النجع والطيران والتسديد وهدف للفريق الكويتي. أحمد القطان ينهي الموقف لمصلحة الفريق الكويتي. إذا 26 مقابل 18، إذا فرق كبير بين الفريقين في المستوى الفني والنتيجة الفنية لمصلحة الكويتي. إذا مشاهدي الكرام الثواني الأخيرة، المدرب الكويتي أمامكم أيضا متابعين معكم أولا بأول. خلينا نشوف حتى المدرب أكادير المغربي في المقابل جلس على دكة الاحتياط والآن يستريح ويريح أن المباراة خلصت منه راحت الفريق الكويتي. هذا هو أمامكم المدرب العجوز عمره 45 عام، هذا المدرب المغربي أمامكم. نعم هو مواليد شهر آذار تقريبا عمره 40 عام ما شاء الله هذا المدرب. والكرة على طول إذا مشاهدي الكرام 9 ثواني الأخيرة من أحداث هذه المباراة لمصلحة الفريق الكويتي. مبروك الفريق الكويتي، هارد لك لفريق أكادير المغربي. نتيجة المباراة حتى الآن 26 الكويت 18 أكادير المغربي. مبروك للكويت الكويتي. جائزة أفضل لاعب الآن بانتظار بالإعلان عن جائزة أفضل لاعب في هذه المباراة. لحظات وننتظر نتيجة أفضل لاعب في هذه المباراة بين الكويت الكويتي وأكادير المغربي.
جائزة أفضل لاعب في هذه المباراة. يبدو إذن عبد العزيز الدوسري أفضل لاعب في مباراة الكويت الكويتي وفريق الأكادير المغربي. إذن لحظات مشاهدي الكرام، ننتقل لزميلنا حيدر بن ياسين إذا كان جاهز. إذن مبروك للفريق الكويت الكويتي والفريق أكادير المغربي. لحظات بانتظار زميلنا حيدر إذا كان جاهز. حيدر، نعود المباراة القادمة الساعة 7 مساء، عمان الأردني في يقابل المجمع البترولي الجزائري ضمن بطولة السيدات الرابعة لكرة اليد، سنكون على الهواء مباشرة. الآن دخول من الجانب الآخر أيضا فريق نادي عمان أمامكم، المشارك في البطولة يقابل الفريق المجمع الجزائري على 7 مساء، وسنكون على الهواء مباشرة. هناك تقريبا بعد نصف ساعة من الآن سنكون على الهواء مباشرة مع مباراة عمان والمجمع البترولي الجزائري. لحظات وننتقل لزميلنا عبد العزيز الدوسري. كرام الزميل محمد سواركا، اذا فريق الكويت يفوز على فريق الرجاء ب 26 هدفا مقابل 18 هدف في المباراه الثانيه من مباريات تحديد المراكز من الخامس وحتى الثامن ضمن البطوله العربيه للانديه ابطال الدوري 35 لكره اليد. الكابتن عبد العزيز الدوسري افضل لاعب في المباراه، مساء الخير يعطيكم العافيه. مساء النور، حياك الله. تقييمك حقيقة لأداء فريق الكويت الكويتي اللي احنا كنا متوقعين يكون ضمن الأطراف النهائية في البطولة العربية لكن خرج ربما بصعوبة على يد فريق برقان الكويتي. بسم الله الرحمن الرحيم. للأمانة بشكل عام البطولة هي صحيح فرق بس المستويات متقاربة، لكن الخطورة اللي صار بالبطولة أن قبل تبدأ البطولة المجموعتين متأهلين قبل للدور الثاني، فاللي صار احنا فزنا في الدور الثاني في كل المجموعات، المباريات المهمه هذه طلعنا فيها، وهذا انا والله مو عذر لكن الطبيعي ان يكون في دروب بالفريق، والمباراه هذه اللي طلعتنا من البطوله. في لقاء مكرر سيجمعكم مع فريق الترجي في المراكز من الخامس السادس يوم الاربعاء المقبل، اللقاء ايضا ربما يكون شبه نهائي ما بين الفريقين. صحيح، احنا بشكل عام سواء المباراة شنو دورها شنو وضعها نلعب بكل جدية وبكل قوة، احنا جايين البطولة عشان ننافس ونلعب بجدية ولا ما نطلع المركز ولا حتى النتيجة. شكرا كابتن عبد العزيز، مبارك الفوز بجائزة افضل لاعب. شكرا. شكرا يا حبيبي. شكرا. ايضا الكابتن منير حسن مدرب فريق الكويت الكويتي. مساء الخير كابتن منير، مبارك. مساء النور، الله يبارك فيك. بالتاكيد لكن المركز المنافس على المراكز من الخامس حتى السادس لا يليق
حقيقة بطموحات فريق الكويت الكويتي. ستلتقون مجددا مع فريق الترجي في لقاء مكرر بعد أن تغلبتم عليه في الأدوار الأولى، وبالتالي هو اللي منحكم صدارة المجموعة. كابتن، ماذا تقول عن فريق الكويت، وماذا تقول أيضا عن المباراة المقبلة بين الترجي والكويت؟ أول شيء لازم نحط النقاط على الحروف. من أول حاجة، فريق متاعنا راهو في مرحلة تحضيرات، ومرحلة تحضيرات أول حاجة على مستوى المنتخب اللي عنده استحقاق أولي اللي هو تصفية أولمبية. بالنسبة لنا احنا كالفريق الكويتي أهم شيء عنا هي بطولة آسيا. على مستوى البدني كما حكينا وعلى المستوى الفني الفريق ما كانش في التوب، مازلنا في تحضيرات، نقولها بكل صراحة مازلنا في تحضيرات. حتى الفرق اللي لعبنا معهم ممكن الدوريات متاعهم معناها بدأت، وفما لجاي من بطولة عالم الأندية وكذا ممكن نحضرنا. كنا في مستوى متميز خاصة بالنسبة للدور الأول، ومباراة الترجي هي عطات واحد. ممكن هنا على المستوى الذهني هنا ممكن حاجات خلاتنا المباراة اللي ما لازمش تخسر خسرناها. تعرف المباراة لما تخسر مباراة هامة على مستوى معاني، تعرف نظام البطولة احنا متصدرين نلقاو رواحنا خارج البطولة، الحافز ديما عنا للفوز. أهم شيء اليوم ما عندناش إصابات، أهم شيء اليوم حتى على المستوى النفسي مباراة كانت صعبة وحاولنا باش نستعملوا الرصيد البشري، والاولاد معناها كانوا جديين وكانوا كانت المباراه اخذيناها بجديه. شو نقول لك؟ نقول لك اليوم ان شاء الله المباراه الجايه تعرف كلها في التحضيرات. ما يهمناش اسم الفريق قد ما يهمنا استعدادات نتاعنا، وان شاء الله القادم احسن يعني، ان شاء الله القادم احسن. ان شاء الله. كابتن منير مبارك، وشكرا وسهلا فيكم جميعا. شكرا شكرا. صح صح. إذا مشاهدينا الكرام، فاز فريق الترجي فريق الكويت على رجاء بواقع 26 هدف مقابل 18 هدف. ينضم إلى الآن دكتور معتصم الخطاط بعضو اللجنة المنظمة ونائب عميد كرة العلوم في جامعة موتا وأيضا لاعب سابق. كابتن أو دكتور معتصم، انتهت الأدوار من 5 إلى 8، المباريات ما بين فريق الرجاء والكويت وفريق الترجي وفريق أيضا قطر القطري، وبالتالي أفرزت عن مواجهة ثانية ما بين الترجي والكويت، ومواجهة أخرى أيضا ستجمع قطر القطري